حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اللي جديد عندي انا مرام ودي قناتي. اليوم رح نحضر سوا مع بعض وصفه كتير سهله وسريعه، وصفه ايطاليه اسمها البروسكيتا. وصفه ما بدها وقت، ما بدها تعب. يلا بينا نحضرها مع بعض. كمان هي وصفة من الوصفات المفيدة والصحية، خصوصا لأصحاب الدايت، أصحاب الرجيم اللي بدهم ينقصون في الوزن، فهي مفيدة وصحية بنفس الوقت. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، وأتمنى أشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. شوية تفاعل حبايبي، لأنكم كتير ما بتتفاعلوا على الفيديوهات. بحبكم كتير حبايبي.